الجو اليوم كلش خرافي، حاليا الساعة 11 الصبح، فقررت راح اروح اشوف غراض جديدة شن نزلي من محل الحيوانات. هاي الليمونة كل يوم احب اطلعها الصبح، ما شاء الله ايش قد حلوة. وصلنا هذا المكان هسه اسمه بيتلاند، تقريبا سياقة ساعة كاملة. صراحة ادخل بيه واشوف شنو الحيوانات اللي عندهم، اتمنى حيوانات حلوة. الشيء الحلو هنا يخلونك تشوف الحيوانات، تقدر تزمن وتطخن. تعال يا معود، صار لك ساعة تعض بيدي، تعال والله كرهتني بحياتي، تعال اصعد. شلونك حجي؟ اخيرا لزمتني. هاي هنا تقدر تشوف الحيوانات تلعب وياهن، هاي يعني ما في اي حاجز بيناتهم. هذا الطير خبرني بس عضضني، سوى بي دمرني. هذن الهامسترات هم بعدين صغار كلش نايمات، ما شاء الله. هاي بعد هنا أنا. هذا الهامستر هم الصغير، هاي كلهن فيميل بنات، هذا بعد صغير عيونه اصلا منفتحة. هذا جيني بيك، هذا نفس العدي بس يختلف شكله. هذا حيوان عجيب غريب، يشبه غرير العسل، طويل، ما اعرف شنو هو بالعربي، بس هو بالانجليزي، حتى بالانجليزي يمكن ما اعرف اسمه. هذا 24 ساعة نايمات. سعر الواحد هذا 400 دولار. هذا كلش صغير. ما شاء الله. تعال تعال تعال. شايفات. بايدي مقارنة بحجمه، هذا كلش صغير. ما شاء الله. هاي كغرف هنا خاصة. إذا تريد تشوف الحيوان تقعد بهاي الغرفة هنا ويجيبوا لك الحيوان، كلب، قطة، أي شيء. فهسه منتظر راح تجيب هاي الحيوان هنا ويشوفه بهاي الغرفة الصغيرة. هذا الحيوان راح تجيبه اسمه تشنشيلا. Guinea pigs love oats too, by the way. Oh, they do? They do. They love oats. Oh, okay. Yep, and they're just Quaker oats you buy at the supermarket. Super cheap. Chinchin. Yeah. What's his name? We don't name our pets here. Oh, whoever okay. takes him home gets the name. أول مرة لازم الفرو ما تمو طبيعي. Yeah. حيوان كلش حلو. Little baby. Oh, I know. I love animals, but like my mom was allergic. She's allergic to hair. So she couldn't have like animals like this. بس سعره تقريبا. But it's so soft. It's 400 دولار. But your mom has a cat. ما شاء الله شفت هاي الأرانب كلش حلوات، اللون مالتهم والهاي. كلش هاي. Thank you. This is just Chinese hamster, right? شوف ايش قد حقير، صار له ساعة البنية يمه قاعدة وهاي ما يعض. لما شاف ايد واحد عراقي قام يبدي يعضني. اثنيناتهم كرهوني، ما ادري ايش ساعه البنية صار له ساعة شايلتهم ما طخوها. يجي عضني. لك صدق تبكي؟ خلي ايدك. والله ما ابيك. تعال تعال يا معي اخيرا. هاي صار له ساعة شايلته ما طخت. بس انا لما اشوف واحد عراقي يخترع. هذا شفنا هذا المكان سلطعون البحر.
هذا يمشي. هاي مسوين المكان كامل الوانها تختلف من واحد لواحد. عبالك ملاعيب بس هو كان هذا السلطعون. اوه اخيرا لزمت الكورتير. هذاك الثاني كان يعض. لا 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 هذا هم الضدع الاصفر. هذا يعيش من المناطق الاستوائيه. اسعاره خياليه والله. هذا سعره تقريبا 200 دولار. سعرها تقريبا 350 دولار. هذا سمك البيضه هم. هذا سمك يطول اعماره كلش تقريبا هيك 3 سنين 4 سنوات. وهذني ما تقدر تخبط كل اثنين سوية. هاي وحدة تعيش وحدها. كل وحدة تعيش وحدها. الوانهم مو طبيعيات. لباتهم خطية والله قهرتني. صار لها ساعة تريد تاكل وما تقدر. خلي لها فلفل. وهاي هاي نباتية. عرباس سعرها 129 دولار. اخيرا شفت اسم هذا الحيوان. اسمه فيرس. والله ريحتهم مو طبيعية. يعضن يريدن يعضن. خوفن والله كلش. هذا حيوان شفته على ناشونال جيوغرافيك يشبه غرير العسل بس يريد يعض. شوية مو طبيعي هذا الفيرس الحيوان. تعال هنا تعال هنا تعال هنا تعال هنا. ما شاء الله خطية. حتى عيونه مغفية. 24 ساعة نايم. هاي عائلة وهاي عائلة. يلا انزل روح علوي ابدل عن. هسه شفت هاي العنكبوت هذا سام فقابلين يبيعونه كحيوانات أليفة. من يصور من يشتري هذا العنكبوت؟ سعره شقد منه؟ سعره 99 دولار. وكهذني هم عناكب. والشي شفت الحلو هنا هم احواض السمك. واحد احلى من الاخ. تقريبا عندهم اكثر من نوع ومنوعين به. هذا الصخري وهذا مال سبونج بوب هم. هاي هنا أنا مال جمجمه. اشكال كلش حلوات. واحد يحير شي يريد ياخذ منه احواض مال السمك. هذني تقريبا مال هيك سمك صغير وقليلات مو وايد.